لم يخطر على بالي طيلة مشواري المهني أنني سأتطرق لموضوع الماسونية، لأن المنظمة الدولية يخيم عليها الغموض والسرية وصعبة الاختراق. لكن بعد أن أثارت صحيفة بريطانيا جدلاً حول عمل المنظمة هنا في البلاد، قرر المدير التنفيذي لفرع الماسونية في بريطانيا فتح أبواب مقرات المنظمة في البلاد للفضوليين. وبالفعل دفعني فضولي لزيارة المقر المركزي الموجود هنا في وسط لندن ولمقابلة القائمين عليه، لعلي أكشف لكم بعض الأسرار إن كانت هناك أسرار. مرحبا بك في مقر الماسونية. هذا المبنى يؤوي المحفل الكبير لفرع الماسونية في إنجلترا، وهو السلطة الحاكمة للماسونية في كل المملكة المتحدة. عندما أنضم، ما عساني أن أتوقع؟ اعتناق ديانة، طائفة، أو الالتحاق بناد اجتماعي؟ بالتأكيد لا، صحيح أننا نتوقع من أعضائنا أن يكونوا مؤمنين بقوة عليا، لكننا نقبل أناسا من جميع المعتقدات والديانات ومن كل الطبقات والخلفيات الاجتماعية. الغموض حول هوية المنظمة، ما إذا كانت طائفة أو ديانة من عدمها، هو ما يثير الكثير من التساؤلات منذ عقود، وعدم الوصول إلى إجابة مقنعة جعلت العديد ينظر إليها بعين الريبة. فقد كشفت صحيفة الغارديان البريطانية مؤخرا بأن للماسونية محفلين في مقر مجلس العموم أي البرلمان البريطاني، وتساءلت عن دور أعضائها سواء من الساسة أو الإعلاميين المترددين على المحفلين في القرارات التي تخص المواطنين، وما فتئت وسائل إعلام أخرى أن تنقلت الخبر، ما أدى بالقائمين على المحفل المركزي في قلب لندن للتصريح علنا بأنه بالرغم من بقاء المحفلين في مقر البرلمان مفتوحين، إلا أن أعضاءهما لا يجتمعون فيهما بل في أماكن خارج مجلس العموم. البعض اعتبر الرد مبهما، معناته في سرية، في جهة غامضة في الظل ما حدا بيقدر يعرفها. لكن مع تفاقم الجدل اضطر الفرع لفتح مقر المحفل الماسوني لمن يريد الاستفسار عن عمل المنظمة. صحيح أن المحفل البريطاني لم يخفي وجوده في العاصمة البريطانية، ويستغل كل المناسبات الوطنية المهمة لإبراز دوره في الحياة العامة. هذه مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى، ولا تخفي المنظمة أن عشر عدد الجنود من مختلف الرتب العسكرية الذين شاركوا في القتال آنذاك من أجل بريطانيا كانوا ماسونيين بنحت أسمائهم على الأرضية أمام مدخل المحفل. هناك امتحان يجتازه الماسوني للحصول على العضوية، بحيث يطلب منه تشمير سرواله، وخلال أداء الطقوس في الاجتماعات العادية يرتدي الماسونيون بدلات خاصة ومآزر وما يشبه مشنقة ترمز إلى حبل السري كناية عن الولادة من جديد. نتوقع من أعضائنا أن يكونوا مؤمنين بقوة سامية أكبر منهم، وهذا مهم بالنسبة لنا، ولدينا طقوس ورموز نؤمن بها. فمثلا إذا انتبهت إلى ورقة الدولار عليها رمز عين، هذه العين تذكرنا بأن هناك قوة عليا تراقبنا وستحاسبنا على تصرفاتنا في النهاية، ولذا علينا أن نحتسب. ما هو معنى البوصلة التي تظهر كجزء في العديد من الرموز الماسونية؟ لفهم الرموز التي نستخدمها يجب أن نعود إلى مصدرها الأصلي، أي البنائين خلال العصور الوسطى. نحن نؤمن ببناء أنفسنا كي نصبح أفراداً أفضل، ونستخدم في ذلك رموزاً وأدوات حول أسطورة بناء هيكل الملك سليمان المستوحاة من العهد القديم. ذكرت هيكل النبي سليمان، وهذا يقودني للحديث عن ربط البعض بينكم وبين الصهيونية والتبشيريين. لا صلة لنا بهم. كما توجد المصافحة السرية التي أسالت الكثير من الحبر حول معناها، تلك المصافحة أثارت سخرية الرأي العام في بريطانيا في السبعينيات،
وهناك أيضا فرع الماسونية النسوي، لكن الماسونيات منفصلات تماما عن الرجال، وحتى وإن كان كل من الزوج والزوجة ماسونيين لن يمارس الطقوس معا. لقبول المرأة كماسونية عليها مثلها مثل الرجل أن تجتاز 3 مراحل مهمة قبل الحصول على العضوية، وفي أثناء ذلك يتعين عليها أن تقوم بطقس تعري خلاله على ذراعها وثديها وساقها من الجانب الأيمن. وبعيداً عن التهكم، كانت المنظمة قد واجهت تهماً بأنها منظمة عنصرية عندما اعترض أعضاء بيض في محفل الماسونية في أتلانتا الأمريكية عام 2009 على انضمام شاب أمريكي من أصول إفريقية لذلك الفرع، وقد أحيلت القضية إلى المحكمة، لكن الماسونية تنفي كونها عنصرية. في السبعينيات أمر وزير الداخلية البريطاني آنذاك جاك سترو بوجوب إشهار الماسونيين العاملين في أجهزة الأمن والقضاء بعضويتهم عقب نشر تقارير عن ممارسات وصفت بالغامضة مثل المصافحات وحك الظهر كوسيلة للتعارف والتواصل بين الماسونيين. كان يقوم بها البعض ممن يعمل في هذين القطاعين، لكن بعد فترة وتحت ضغوط عدل الوزير عن قراره. أنا من بي بي سي عربي، وبالتالي جمهورنا عربي وبدون شك يريدون معرفة إذا كان من بين أعضائكم زعماء عرب. شخصياً لست على علم بأي زعيم عربي عضو في المحفل الماسوني هذا، لكن لدينا محافل أخرى في لندن تضم أعضاء تجمعهم عوامل مشتركة مثل المحفل الباكستاني، ولا أدري إن كان يوجد محفل عربي، لكنني لا أستبعد ذلك. قد لا يوجد زعماء عرب أعضاء في محفل لندن، لكن يوجد عرب. مثلا هذه الكراسي 3 اللي هي شبيهة بالعرش، الكرسي الأوسط يجلس عليه رئيس المحفل الأكبر البريطاني، عادة هو من العائلة المالكة، واليوم هو ديوك أوف كنت. لنعود لك إدواردو، ما الذي جلبك إلى الماسونية؟ أنا عن نفسي قررت الانتماء لأسمع من ناس أصحاب فكر متنور، فكر ينصحني، قراءات أنا عملها في القرن 18 والـ19 عن الأفغاني، عن الجزائري، عن محمد عبده. ولكن هذا متوفر في الكتب، متوفر الآن في الإنترنت، لماذا الانضمام للماسونية؟ هذه جمعية تقليدية، في ناس تحب التقاليد. كما تعلم في العالم العربي الماسونية مشكوك في أمرها. للأسف ناس وقعت خطيئة أو ضحايا لماسونيات غير قانونية، اكتشفوا أنه خسروا فحاولوا أنه يعودوا بالقيام بذات الأعمال، في ناس اعتقدوا أنه حيكون في مردود مالي فدخل. أنا عن نفسي أكثر شيء كلفني في الماسونية هو وقتي. الوقت هو أثمن شيء أنت تضحي فيه، الوقت للقراءة، الوقت للمطالعة، الوقت للأسئلة، الوقت للتعلم. خلال المقابلة مع مدير المحفل طلب أن يلتقط معي صورة تذكارية وهو يرتدي ربطة العنق هذه، كي يكافئه القسم المركزي للشؤون المالية بمبلغ مالي كلما قام بمقابلة إعلامية. أمر ليس بالسر لكنه غريب. رشيد سكاي، بي بي سي. David, thank you very much indeed. Pleasure. Thank you very much for coming to see us. Welcome.